محمد فؤاد. خلينا نبدا. اول مقطع بيقول يبدا من الوتر الرابع الفريت الثاني. الوتر الرابع الفريت الثاني الفريت الرابع الفريت الخامس. نرجع تاني الفريت الرابع الثاني وبطلع الفريت الخامس الوتر الخامس، يبقى كلهم على بعض. تاني مقطع بيبدأ من الوتر الخامس الفريت الثالث، بعد كده الفريت الخامس تنزل على الوتر الرابع الفريت الثاني، يبقى نطلع تاني على الوتر الخامس الفريت الخامس الفريت الثالث الفريت الثاني، نلعبهم على بعض. نكمل الوتر الرابع الفريت الثاني والرابع والخامس، نرجع الرابع الخامس ثلاثة عفوا أربعة الفريت على الوتر الثالث، المقطع اللي بعده نطلع الوتر الخامس الفريت الثالث الخامس، ننزل على الوتر الرابع نطلع تاني على الوتر الخامس الوتر الرابع الفريت الرابع، نلعبها تاني. المقطع ده بيبدأ من الوتر الثاني الفريت الخامس، ننزل على الوتر الأول الفريت الثاني الفريت الثالث، يبقى اثنين على الوتر الأول خمسة على الوتر الثاني ثلاثة على الوتر الأول، طبعا الكتاب موجود قدامكم. اثنين اثنين الوتر الثاني خمسة ثلاثة، يبقى المقطع اللي بعده نبدأ من الوتر الثالث الفريت الخامس، ننزل على الوتر الثاني الفريت الثالث والخامس، نلعبها تاني كلها. ننزل اتنين على الوتر الأول، طبعا المقطع ده بيتعاد مرتين. بعد ما تحفظها ممكن تزود هامر هون لجادو في بعض الأماكن، حرية الاختيار ليك. المقطع التاني مكتوب عندكم في التاب أربعة أربعة خمسة خمسة الوتر التالت، لكن ننزل على الوتر التاني تلاتة خمسة، ممكن تعمله طبعا اتنينات زي كده، ممكن تعمل مرة واحدة. نكمل الوتر الثاني الفريت الخامس، نرجع الفريت الثالث نطلع الوتر الثالث خمسة أربعة، يبقى ننزل على الوتر الثاني الفريت الخامس، رجعت الفريت الثالث طلعنا الوتر الثالث خمسة أربعة.
هلعب على الوتر التاني، يبقى ممكن اخدها سلايد من 3-7. سبعة سبعة تلاتة على الوتر التاني، 5-4 على الوتر التالت، يبقى 7 على الوتر التاني، الوتر التاني 8-7-5، الوتر التالت، الوتر التاني فريت التالت، فريت الخامس، نزلت على الوتر الأول التاني التالت، الوتر الأول فريت التالت والخامس، 5-3-2 على الوتر الأول، 3-5 الوتر التاني. الوتر الأول 3-3-5-2، الوتر الأول فريت التاني، الوتر التاني فريت الخامس، نشرح. الوتر التاني فريت التالت، فريت الخامس، نزلت على الوتر الأول فريت التاني التالت، رجعت فريت التاني، الوتر الأول فريت التاني، الوتر الخامس، الوتر التاني فريت الخامس، يبقى الجزئين على بعض. الجزء التالت الوتر التاني 5-3-5، تمام. بعد كده 3 الوتر التاني، 5 الوتر التالت، 4-4 على الوتر التالت، يبقى كلها على بعض نلعبها بالراحة. ونعيد تاني، نشرح الجزء ده. نفس الجزء اللي فات ولكن نضيف عليه حاجات. نبدأ من الوتر التاني فريت التالت وفريت الخامس، ننزل على الوتر الأول فريت التاني والتالت، 3-2، خمسة الوتر التاني واتنين الوتر الأول، يبقى 3-5-3، نطلع الوتر التالت الفريت الخامس، بنزل الوتر التاني الفريت التالت، بطلع تاني 5، يبقى الوتر التالت الفريت الرابع والخامس، 4-5-4، بعد الوتر التالت الفريت التاني والرابع، 2-4-2، الوتر
تالت الفريت التاني، والوتر الرابع الفريت الخامس. نطلع الوتر الرابع، اربعة خمسة اربعة اتنين اتنين. هلعبها لكم تاني بالراحة. طبعا التابز موجود قدامكم، ياريت يكون الشرح مبسط ليكم. لو في اي استفسار تقدروا تواصلوا معايا على البيج على الفيسبوك. نضحك جدا.